Hello, and a very warm welcome to today's webinar. مرحبا واهلا بكم في هذه الحلقة الدراسية وهي عن الشباب الأفريقي والتضليل وهي بالشراكة بين كلية الشؤون الأكاديمية والبحثية ومركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام. أنا مارك دولتسون وأنا أعمل هنا في تسهيل وتيسير هذه الجولة وسعيد بوجودكم معنا وترحيب خاص لكل خريجين مركز الأفريقي والجمهور وأيضا مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام للمساعدة في هذه المحادثة وشجع الجميع على تسجيل الحلقة الاطلاع على الحلقات التي سجلت في السابق ويمكن الاطلاع عليها لاحقا. عندنا أربعة أعضاء هيئة مشاركين، كل منهم سيدلي بدلوه، لكن أولا يسعدني أن أعطي الحديث لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية السيدة أماندا دوري. صباح الخير لكم، السلام عليكم جميعا، يسعدني أن أكون معكم في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية. نحن في جامعة الدفاع الوطنية في العاصمة واشنطن، اليوم مثلج، اسمي أماندا دوري وأنا مساعدة مدير المركز و يسعدني أن أشارك في هذا الموضوع وأرحب بالجميع من امتداد القارة الأفريقية. أيضا أرحب بمركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام وأيضا المركز الأفريقي، طبعا معهد النساء عفوا والشباب السلام والآمن، أن نكون جميعا نتحدث عن الدور الذي يلعبه الشباب في موضوع التعامل مع التضليل، وهي مشكلة منتشرة حول العالم، ونأمل خلال هذه الجلسة أن نكون قادرين على إيجاد حلول، ونتمنى أن نكون موردا للتعامل مع هذه المشكلة. مركز الأفريقي تم الحقيقة الموافقة عليه ومنح صلاحيات من قبل الكونغرس الأمريكي لمتابعة التغييرات الحاصلة في أفريقيا والمساعدة في توفير والمساعدة على توفير الأمن في أفريقيا، وبالذات أولئك المسؤولين الذين هم مسؤولون أمام مواطنيهم. ونحن نتبع أسلوب الحوار ونحاول إيجاد حلول استراتيجية لهذه المشاكل المهمة. أريد أن أشاطركم مجموعة من المواضيع التي يدرسها مركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقية، وهي برامج أكاديمية وبحثية، منها مواضيع تركز عن موضوع اليوم وبالذات موضوع الشباب الأفريقي والنساء. أريد أن أركز وأوضح أنه موقعنا www.africacenter.org فيه الكثير من المنشورات التي يمكن الاطلاع عليها، وأرحب بكم مجدداً وأعطي المجال للدكتور جيفرسون للتحدث. الآن أدعو اللواء ريتشارد أدو يريد مشاركتنا وإعطاء ملاحظاته. شكراً، أنا سعيد بوجودي معكم هذا المساء في هذه الجلسة، و نحن نعمل في مركز الدراسات الأفريقية على دراسة هذه المواضيع، وأرحب بكل الزملاء الموجودين معنا اليوم
أيضا أرحب بمركز كوف عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام، وأرحب بكم جميعا وكل المشاركين. واليوم سيكون هو حافل بالحوار، وسيكون فيه الكثير من المعلومات التي تساعد في تمكين الشباب في موضوع السلام والتعامل مع موضوع التضليل في أفريقيا. موضوع السلام والأمن موضوع مهم بالنسبة للشباب وللسيدات، ونركز في هذا السياق على هذه الدراسات بشكل كبير. ونعرف بأنه الشباب هم عماد المستقبل، وهم ليس فقط مركز للسلام، وإنما هم أيضا عضو لاعب وفعال في المجتمع، حاضرا ومستقبلا لمواجهة التحديات، وعندهم مؤهلات كبيرة وكامنة يجب استغلالها ليكون لهم دور فعال في منع النزاعات وإيجاد حلول تساعد في إحلال السلام. نحن اليوم ندرك أن هذه المعلومات تساعد في صياغة الأفكار، وبدون شك ستؤثر على عمل الجميع. في عصر المعلومات هذه النوع من الجلسات تساعد في إحلال الاستقرار وتوجيه الأفكار بالشكل الصحيح، وأن نكون قادرين على التحرك في هذه في هذا الخضم من المعلومات المضللة، وأن نعرف كيفية التمييز بين المعلومات صالحها وطالحها. فيما له علاقة بالأمن والسلام، موضوع التضليل يمكن أن يصعد ويؤدي إلى التوتر وإلى الاشتباكات، وهذا من شأنه أن يهدد السلام. وعليه أقول محاربة التضليل يجب أن تكون مسؤولية الجميع، للحكومات، أقول مسؤولية الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن نعمل جميعا للمحافظة على نزاهة المعلومات وصحتها. ونحن نعمل على تحقيق هذه الحكمة للتعامل مع موضوع تضليل المعلومات. نحن في المركز ندرك هذه الأهمية بشكل كبير وخطرها على السلام والاستقرار في أفريقيا. نحن ملتزمين بالحوار الذي من شأنه أن يحسن ويؤدي إلى التعامل بشكل فعال أكثر في مواجهة هذه المشكلة. ونحن لنا تقدير كبير للمركز الأفريقي ولكل الذين شاركوا أو يشاركون في هذه الجلسات وفي موضوع إعداد الأجيال القادمة لمواجهة هذه المشكلة. وعلينا تضخيم هذه الأصوات لتحقيق الأمن والسلام. وعندي تقدير واحترام كبير لزملائي أعضاء الهيئة وكل من شارك بهذه الجلسة. دعنا نستغل هذه المنصة لمزيدا من الحوار البناء وتحقيق أفريقيا مسالمة. وأتمنى لكم كل السلام وأشكر لكم إصغاءكم. شكرا جنرال دياني، أنا أشاطركم نفس الأفكار وبموضوع أهمية وضرورة
أن نتحول من النظرية إلى التطبيق في موضوع مواجهة هجمات المعلومات المضللة، وهو بالذات في قطاع الشباب وفي مجال السلام والأمن. وأنا أفكر كيف أن هذه التكنولوجيا التي جمعتنا سوية وهذه المنصة الرقمية، حيث هذا التجمع يصعب تحقيقه لولا هذه التكنولوجيا، وهناك ملايين من الشباب الذين يستغلون هذه الأرضية أو المنصة الرقمية في لمشاطرة المعلومات التي تنتشر وبشكل سريع. وهذا الأسلوب السائد الآن في التواصل، وهذه التكنولوجيا الرائعة يجب استغلالها بشكل كبير. وهذه المنصات هي عبارة عن جسور تمتد بين الجميع بطريقة بناءة وتساعد في تحقيق تبادلات نافعة، وأغلب المشاركين والمنصات الفعالة في أفريقيا كلها تستغل هذه المجالات والفضاءات الرقمية لمشاطرة المعلومات ولإقامة العلاقات والتشبيك والمحادثات بين الجميع، مثلاً عن الانتخابات الرئاسية 18 التي تحدث هذه المرة هذه السنة، وسنتابعها على مواقعنا، أن نجتمع سوية في هذه المنصات الاجتماعية واتساب أو غيرها حتى لإحداث تغييرات كبيرة، ومن خلال هذه الأعمال المنظمة التي نعرف أن هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات وإصلاحات حكومية وغيرها في المنظمات الغير حكومية. وهناك لاعبين سيئين يحاولون خطف أو الالتفاف على هذه المعلومات من خلال مشاطرة المعلومات المضللة، وهؤلاء العاملون عندهم خبرات وعندهم تقنيات متقدمة لمحاولة إزاحة هذه المحادثات عن طريق الصواب باستخدام أساليب وأدوات مختلفة، سواء عن طريق هاشتاج أو الألعاب أو غيرها. ونحن نحاول توثيق هذه الأفعال ومحاولة التعامل معها. نحن نرى هذا يحصل، وعندنا توثيق لكل ما يحصل، وننشر معلومات عن هذه الحملات. هنا يحاولون بشكل سلبي التأثير على ديمقراطياتنا والتأثير على مؤسساتنا في أفريقيا وغيرها. نحن نحاول التواصل باستخدام الحقائق، و هم يسعون إلى التشويش على هذه الحوارات وإجراءات السلام التي نقوم بها. وظل هذا الواقع، ونحاول أن نجد موطئ قدم في هذا العالم الجديد. لا نريد لهذه الأصوات أن تغرق أو تطمرها نظريات المؤامرة. الباحثون الأفريقيون والمتحققون من صحة المعلومات وغيرهم من المعنيون يعملون بشكل كبير، وحتى بضمن الشباب الذين يأخذون دورا رياديا في محاربة هذه المعلومات المضللة. ونحن اليوم مثال على ذلك، نستغل المؤسسات الأفريقية والخبراء في هذا المجال، وأطلب من ضيوفنا أن يعطونا فكرة
ويشاطرون أفكارهم عن كيفية محاربة المعلومات المضللة. المتحدث الأول هو السيد إدمان، وهو من مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام. وهو السيد إدمان كان يعمل كمدير تنفيذي في مجال السياسات، وعمل لما يزيد عن عقد في منظمات مختلفة ضمن الاتحاد الأفريقي، والتقاء في الجامعات بطلبة وغيرهم، وتقدم العديد من الأبحاث، وعنده ماجستير في معاربة النزاعات وإحلال السلام. وبعدها سنلتقي بالسيد كونلي ألوباجو الذي يعمل مجال التحقيق الإعلامي الصحفي وكيفية التعامل مع هذه الاتجاهات، وهو غطى أزمة بوكو حرام ولعدة سنين، وأيضا معني بموضوع محاربة المعلومات المضللة، وهو حاز على العديد من الجوائز الصحفية لجودة الأداء، وهو مهتم بشكل كبير بالصحافة الإبداعية والتعامل مع الكثير من مشاكل الصحفية في عصرنا الحالي. بعد السيدة فانيسا مانسون، وهي محللة معلومات وباحثة في موضوع في كلية الشؤون الأكاديمية والبحثية في أفريقيا، وهي تعمل في موضوع التعامل مع الكلية مع الجرائم المنظمة الدولية، وتعمل على التعرف على أساليب الجريمة والمعلومات المضللة. وبعدها السيدة كوريت كوريدي، الذي السيدة التي عملت في موضوع التنسيق بين الشباب والنساء، وهي تعمل في مشروع إبداعي في غرب أفريقيا، وقد ساهمت بشكل كبير مبادرات في غانا تركز على وسائل الإعلام ومشاريع لها علاقة بمعلومات الإعلامية. سعيد بوجودكم معنا. إدمان، أريد أن أبتدأ معك. هل لك أن تخبرنا باختصار عن ما طبيعة المعلومات المضللة، كيف نميزها عن المعلومات المغلوطة، وكيف تستخدم في كوسائل إعلام إعلان ودعاية، وكيف ترى طبيعة عملكم مع مركز كوفي عنان؟ ساعدنا في أن نفهم طبيعة المشكلة الآن، ولماذا هذا المركز كوفي عنان يركز على هذا الموضوع بشكل كبير. شكرا مارك. أنا أقرأ وأطلع، وأريد أن أبدأ من حيث أنت ذكرت أن هناك معلوم الكثير من المعلومات المضللة موجودة ومنتشرة في أفريقيا. ما هو الفرق بين المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة؟ للتمييز بينهم حيث المعلومات المضللة هي مقصودة لتحقيق ضرر أو لتحقيق مكاسب معينة لا يمكن الحصول عليها باستخدام المعلومات الحقيقية، بينما المعلومات المغلوطية تحدث بالصدفة. مثلا أحد السياسة يضع تويت أو تغريدة فيها معلومة مغلوطة، وبعدها استخدم مثلا أحد العناوين كانت خطأ، وبعدها تم تصليح المعلومات في الصحافة بأن هذه المعلومات خطأ وهو لم يكن على اطلاع بهذه المعلومات الخطأ. هذه معلومة ومثل
تقليدي عن المعلومات المغلوطة. ونعرف أنه هناك 18 حملات انتخابية رئاسية في أفريقيا الآن. لنفترض أنه المعارضة قالت الحزب الحاكم وضع خطط وآلية للإضرار وتحطيم الانتخابات ضد الطرف الآخر أو بالعكس يتم من الطرف الآخر. أعطيكم أمثلة عامة، مثلا الحزب الحاكم يدعي بأنه عندما تم إذا انتخبت المعارضة وهم ليس عندهم الخبرة الكافية وهذا سيؤدي إلى الإضرار بنا، خاصة أن هدفهم هو أن يغتنوا بأسرع وقت ممكن بدون وجود أي قاعدة أو أساس لهذه المعلومات. هذا مثال على المعلومات المغلوطة التي يمكن أن تراها سائدة في ضمن هذه الحملات. الطرف يحاول استغلال معلومات معينة ليست دقيقة ولتحقيق مكاسب ولإقناع مؤيديه. هذا مثال تقليدي عنها، هذه المعلومات المضللة وكآثارها. مثلا حملات للمعلومات المغلوطة حيث هناك يعطونا معلومات عن أشياء تحصل من قبل مثلا الجهات المعارضة أو أي مؤسسة. نعم الناس تم الناس لم يحصلوا على المعلومات الصحيحة وبالتالي تأثرت آرائهم، حتى لو كانت هذه المعلومات وطارحها ليسوا قاصدين التضليل ومجرد إعطاء معلومات غلطة مغلوطة، وهذا يؤدي إلى إحداث فوضى. وبالتالي علينا أن نربط بين هذا من طرف، عندنا موضوع المعلومات المضللة وأثرها على إحداث الفوضى في المجتمع أو في العملية السياسية، حيث يقصدون يظهرون وثائق مغلوطة. هنا القصد واضح هو تضليل العموم. نريد أن نعرف كيف نوضح للجمهور حقيقة المعلومات المضللة وكيف أن هذه المنصات يجب أن تستغل بالشكل الصحيح ونتحقق بأنه المعلومات المستخدمة صحيحة وكيف يمكن تجنب المعلومات المضللة من خلال البحوث والبرامج التدريبية، حيث نحاول تدريب الأجيال الحاضرة والمستقبلة لكيفية محاربة زيادة المعلومات المضللة. وعندنا تدريب الشباب ونشجع أكبر عدد من المشاركين للتسجيل في هذا البرنامج وهذه الدورات التدريبية، حيث سنتمكن من تعريف استخدام هذه الأدوات الإيجابية حتى في موضوع حفظ السلام والعمل ضد الذين يعملون ضد السلام، وذلك من خلال البحوث التي وفرها مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام. ونحن مستعدون للإجابة على الأسئلة عندما تطرأ. شكرا على هذه الأمثلة وعلى هذا التوضيح والربط بين المعلومات المضللة وكأثرها على وكيف أنها تؤثر إلى إحداث حالة من الفوضى والأزمات. وقد لاحظنا وتعرفنا كيف أن هذه المعلومات المضللة أثرها الكبير السلبي في ظل هذه
هذا الخضم الكبير من المعلومات الموجودة في الأثير وبالذات في مجال الانتخابات وغيرها، ومن الجيد ومن النافع أن يكون هناك من جهات من شأنها أن تعمل على التحقق من المعلومات. المتحدث الثاني هو الصحفي كونن، وأطلب منه أن يحدثنا ما هو عمل الصحافة في نيجيريا في ظل هذه المعلومات، ومن الذي يدعم هذه المعلومات المضللة، وما هي آثارها السلبية في تعطيل العملية السياسية والاجتماعية. أعرف أنه هذا العديد من الأسئلة، أرجوك أن تشرح لنا دورك كصحفي. شكرا لك لإعطاء هذه الفرصة، لكني سأبتدئ أولا بما ذكره إدموند في موضوع المعلومات المضللة في إحداث حالة من الأزمات والالتباس وزيادة النزاعات، وقد تؤدي في الناس إلى أن يقوموا بالتقاتل مع بعضهم البعض، وبالتالي يسعى بعض الأحزاب لتشويه صورة الحزب أو المجموعة الأخرى، ونحن نسعى في خلال عملنا كمجموعة صحفية على مدى السنوات القليلة الماضية لمحاربة المعلومات المضللة، وأنه لا يكفي لجهة واحدة أن تكون ترد، يجب أن يكون هناك جهود متضافرة لمحاربة شبكة تضليل المعلومات بشكل فعال أكثر، وذلك من خلال إجراء التحليلات للمعلومات المضللة، وأن تكون قادراً على المقاربة والمقارنة بين التقارير الصحفية واستخدام الإحصائيات والأرقام والحقائق من أجل توضيح ماهية هذه المعلومات المضللة وبدا أثرها وضررها على السياسة وعلى المجتمع وعلى الأمن. فقد ركزنا نحن من خلال عملنا على مواجهة هذه النزاعات الحادثة في نيجيريا، وكيفية أنه يحاول تضليل الشباب من خلال هذه المنصات، ونحن قمنا بعمل منصات أخرى مناوئة تحاول زيادة الوعي بين الناس، وبالتالي محاربة كل المؤسسات التي تعمل على تضليل الناس، وبالتالي أيضا تضليل ليس الناس فقط في داخل نيجيريا وإنما في خارج نيجيريا، حملات تضليل للمغتربين لأنهم يريدون أن ينظر إليهم على أنهم هذه الجهات التي تعمل، يريدون الناس أن ينظر إليهم على أنها جهات شرعية ولها أحقية في إدارة مجريات الأمور في البلاد، وباستغلال هذه الحملات المضللة عن طريق وسائل الإعلام. فنحن نحاول محاربة هذه الجهات من خلال تحليل البيانات والمعلومات، ونحن في نظر الناس نريدهم أن تتضح الأمور على حقيقتها، وأن يكونوا قادرين التمييز بين الذين يسعون من أجل الحرية والديمقراطية وبين أولئك الذين يدعون ذلك، وإيجاد حلول معلوماتية تساعد في إفهام هؤلاء الشباب طبيعة العنف وكيف، وبالتالي في ظل هذه الأجواء
إذا لم يكن هناك عمل واضح وفعال ستصبح عملية الإدارة والحكم صعبة ويعطي أرضية خصبة للجهاديين والمجموعات الجهادية ومن يؤيدها مثل الدولة الإسلامية وبوكو حرام. وهذه المجموعات التي تستغل هذه وسائل الإعلام ومنصاتها، وهناك نشاطات مكثفة تقوم بها. نحن ندرسهم عن كثب وكيف يستخدمون هذه المنصات، ونعمل على فضح أعمالهم إذا استخدموا أسماء غير واقعية غير حقيقية أو معلومات مضللة. نحاول أن نقوم بنفس الطريقة في محاربتها، ونستخدم منصات كثيرة علما بأن هذه الجماعات تستخدم كثير من منصات الإعلام المجتمعي المختلفة، ونحن نحاول أن نتواجد في كل هذه المجالات، علما أيضا أنهم يستخدمون الكتب والمنشورات. وقد لاحظنا أنه هناك مجموعة اسمها بانديت، عندهم تواجد على تيك توك، وقد لا تكون منتشرة كما هي المجموعات الأخرى، ولكن أعيننا مفتوحة، نراقب كل هذه النشاطات ونريد أن نعمل على أن لا تقوم هذه المجموعات بنشر معلوماتها المضللة على وسائل الإعلام المجتمعية. وعندنا موضوع المعلومات المضللة في نيجيريا عملية منتشرة بشكل كبير، ويحاولون لأنهم استخدام المنصات المحلية لكسب تأييد لأفكارهم المريضة، وحتى البعض منهم يقومون برعاية والتشجيع على القيام باحتجاجات ومظاهرات باستخدام هذه المعلومات المضللة لتحقيق مكاسب سياسية. وكما ترون أن العملية ليست بالسهلة إيجاد سياسة للتعامل مع هذه المشكلة المعقدة. هذه التحديات كبيرة، وعلينا أن نقوم بحملة تسعى لتوضيح للناس أن هناك أساليب مخادعة لاكتساب تأييدهم، وهذه نعرف أنهم يحتاجون إلى التأييد إضافة إلى الدعم المالي، ونحن نحاول تجفيف موارد وقطع السبل أمامهم. وفي الختام أقول أنه المعلومات المضللة ليس هناك أدنى شك أنه يجب أن تتضاف الجهود لمحاربتها في أفريقيا على امتداد أفريقيا. وكل هذا المركز الأفريقي للدراسات الشيشية والمعهد للنساء والشباب للسلام ومركز كوفي عنان وغيرها، علينا أن نضاف الجهود والتعامل مؤسسات مع بعضها البعض. وأخيرا علينا أن ننظر إلى موضوع المعلومات المضللة بطريقة منظمة وممنهجة، لأنه مستوى المشكلة أكبر مما نظن،
أفضل وسيلة لمواجهتها أن نكون ممنهجين في ذلك. شكرا. أعتقد أنك ذكرت كم نقطة مختلفة مهمة، اللي هي أيضا وجود اللغات المتعددة الإفريقية المستعملة على هذه المواقع، حيث لا نرى الكثير من المعلومات المضللة بسبب هذه النقطة. وأيضا نقطة أخرى، أنت ذكرت البعض من اللاعبين المختلفين الذين هم من جماعات معادية وناس أنصارية وعناصر سياسية محلية وخارجية لبعض البلدان، هي بالضبط تصيغ البيئة وتجسد الصورة الموجودة، حيث تعدد تجسد الأبعاد المختلفة لكافة اللاعبين، وهذا يجعلها أهم جد أكثر كي تقوم الصحافة المحلية أن يعرفوا الساحة التي يعملون عليها والبيئة وأن يفهموها. في كثير من الأحيان نرى في الإعلام الدولي أنها تضخم بعض من هذه المعلومات المضللة الخاطئة لأنهم ليسوا في داخل البلد والغير دارين وعالمين بمتاهات تلك البلد. وأيضا هذا الأخطبوط أو المخلوق التي متعددة الرؤوس هي تجسيد مضبوط، لأنه عندما تقوم بقطع رأس هنالك خمس رؤوس أخرى تخرج وتبدل وتحل محلها. ولربط هذه كل هذه النقاط الغير مرئية وفهم آلية ما تحصل، فتحتاج إلى بيانات واسعة لإدراك ذلك. فمن أجل هذا سنتحدث مع فانيسا الآن التي فريقها تعمل على هذا بالضبط. فانيسا، أحب أن أسألك أن تناقشي البحوث التي تقومين بها من أجل كود فور أفريكا لكشف المعلومات المضللة وتلك الحملات وبعض الأساليب التي تتبعونها، وكيف تستعينون بالتكنولوجيا والبيانات من أجل هذا وبعض الأشياء الخاصة التي اكتشفتموها لحد الآن. مرحبا، شكرا. مساء الخير جميعا، أنا فانيسا مانيسون، أنا من الـ ANCIR والCFA. منذ البداية نحن نبدأ بتحقيقات، عادة التحقيقات يجب أن تجرى على الإنترنت وخارج الإنترنت، والفكرة فيها أن نذهب إلى مقابلات والالتقاء بالتعدادات السكانية المختلفة ولغتهم الخاصة المحلية الذين يواصلون على مواضيع معينة. بعد التحقيقات نكون بيانات ولغة موحدة تفهرس، والكلمات الرئيسية المصطلحات التي تدخل في بيانات ويمكن مشاطرتها مع منظمات أخرى، وهذا تستعمل من أجل خلق طلبات وأوامر بحثية. ونعمل بكثرة مع شركات تكنولوجية التي قد تكون معلومات مكشوفة غير سرية أو بعض صفحات النوتبوك، ونستعمل المصادر الأولية التي يمكن قد تكون معروفة مثل وادفاك، والكلمات الرئيسية التي نقوم بتجميعها هي تولد أوامر إعازية استفسارية وبحثية وتدخل بهذا كأوامر كمبيوترية إلى المنظومة البحثية. استعانة بهذه الأدوات نجمع مجموعة من العناوين أو المقالات المكتوبة ضمن فحوى معين، فعندما يكون لدينا كافة المقاطع المقطوفة نقوم بالبحث البياني، ويمكن أن نستعمل أيضا آليات أخرى، فمثلا الـ CTI المفتوح التي تساعدنا على أن نعمل وأن نركز على الحملات، وحتى الانتربول أيضا لأنها نستعين بها، نستعمل الآليات لحفظها فيما بعد ونقوم بأرشفتها للاستعانة بها بالمستقبل. عندما نقوم بالعمل لكود فور أفريكا، عندما نقوم بالعمل على حملات أو في مواسم حملات انتخابية،
أو نقوم بالعمل على التقنيات الفنية والاستراتيجيات المستعان بها لتلك الأطراف العاملة في هذا. هي نفس التقنيات التي يستعملها نفس اللاعبين مثلا. الدمى الإلكترونية المستعملة من قبل اللاعبين الروس على الواتساب والتليكوم ومواقع تواصلية أخرى، لأن اليوم تلك المنصات التواصلية مثل فيسبوك وآخرين كثيرا ما تستعمل لنقل نشر المعلومات الكاذبة. وجميع يحاول أن تضمن مواقعها بشكل قوي في تلك المواقع. وهنالك جهات متطرفة أيضا التي تستعمل هذه الآليات والبرامج. فعلى طول الساحل تلك اللاعبين أولئك اللاعبين يشاطرون ويراسلون بشعارات ورسائل مليئة بالعنف والتنشيد بها على بصيغ وبأساليب مستقلة ومنصات مستقلة شاوة مثلا. فهؤلاء المتطرفون يستعملون عناوين لأنفسهم حسب المواقع ويضيفون مساحات عمل لأنفسهم وصفحات لتجنب الآليات البحثية التي نحن نستعين بها لإخباء أنفسهم. فهذا الممارسة تضمن لهم بأنه إذا انكشفوا في مكان واحد فبإمكان لمنظمتهم أن تعيد إخفائهم بسبل أخرى. عدا هذا الأسلوب فالمتطرفين أيضا يستعملون التجسيدات الفيديوية ويستعملون بالذكاء الاصطناعي لإنتاج هذه التجسيدات، وتصبح الآن أكثر كفاءة يوم بيوم وتكون أصعب لنا أن نحاول أن نواجهها. أيضا استعمال الآليات الروبوتية من قبل الجهات المسلحة، فهذه الروبوتات تستعمل في الانتخابات الرئاسية في أفريقيا، فهذا حصلت أثناء الانتخابات الأخيرة. فأولا نحاول أن نعمل مع اللاعبين المختلفين وفحواهم المختلف ونبحث عن العناصر المشتركة لجهات مختلفة، ونحاول أن نبحث أو ننظر إلى تأثيرات هذه الحملات المليئة بالمعلومات المضللة، ونحاول أن نجد نسبة التأثير على الحكمة والأمن العام وعلى ذهنية الشباب. ولاحظنا أن المعلومات المضللة تستعمل في تشكيك الثقة بالحكومة والمؤسسات التي يعتمد عليها الجميع، خاصة أثناء مواسم الانتخابات. هذا المعلومات تستعمل من أجل استقطاب وتقسيم المجتمع باستعمالهم مواضيع ساخنة في المجتمع، وهذا تزيد من الزعزعة الأمنية والاجتماعية. اليوم الشباب ما بين 14 و20 متواجدين جدا على موقع التواصل الاجتماعي، فهم يعرضوا بكثرة لهذه الوسائل والحملات التضليلية. ومن ناحية التجنيد أيضا فالمجموعات المتطرفة تقوم بحملات مشابهة من أجل جذب الشباب الذين هم مستعدين للتجنيد، فنحاول أن نكشف هم وكشف أحواهم السام، ونفعلها عن طريق التشابك مع مجموعات أخرى لكشف أولئك الدمى الآلية التي تقوم بهذا، وتنشر أعمالنا عن طريق ملفات دورية مستمرة كأدلة لدعم عملنا، وثم نعمل مع المنظمات الخيرية
ومواقع مختلفة الذين يقومون بمراقبة هذه المواقع التواصلية. هناك أيضا زمانات دراسية من أجل تحسين أعمال التحقيق، وأيضا نشخص الأعمال المتنفذة في فحوى الحملات التضليلية التي تجرى أيضا، حيث الناس يعملون على خلق الاستراتيجيات لتثقيف الشباب كي يكونوا على دراية بهذه المخاطر أيضا، لأنه كود فور أفريكا تقوم وتعمل على جزء صغير لمجافحة هذه الأعمال التضليلية. أعتقد في بمشاطرتنا لهذه المعلومات هي نشاط قوي وجيد، فإذا بإمكاننا أن نزعزع الاقتصاد وأن نزيد عندما نحاول أن نزيد من العوائق لأولئك اللاعبين ننجح، ونعتقد أن هذا ستكون فعال للفرق لفرقنا في إنجاح أعمالهم وأيضا لردع. ونقطة أخرى أيضا نحتاج إلى أن نقوي سعة وقدرات المجتمعات المحلية لمتابعة المعلومات المضللة. شكرا يا مارك، هذا كل ما لدي من جانبي. شكرا جزيلا فانيسا، وأشكرك على أنك أبرزت كيف أنه في أفريقيا مركزة على نشاطات التكتيكية والتقنيات والإجراءات التي يستعين بها الجهات المعلوماتية التضليلية، ونريد أن نعرف ما هي رسالتهم وأن نفهم غاية تآمراتهم وكيف يقومون بالتأثير على هذه المواقع. عندئذ يمكن أن تجابههم بشكل أحسن وأقوى. لجمهورنا مثل كل المنظمات المختلفة التي تسمعون منهم، أشجعكم أن تتبعوا عمل كود فور أفريكا، ما تقوم به كود فور أفريكا، ويقومون بأعمال ابتكارية جديدة ولإزالة القناع عن الأعمال التضليلية، فلديهم معلومات كثيرة كي تصلوا إليها وتتعلم منها. وأخيرا شكرا لصبرك يا هاريوت، لكن أدعوكم كي تحكوا لنا عن ما تقومه كامبلوت سبايتس في غانا في أفريقيا الغربية. وأعتقد أنه كامبلوت سبايتس مع الجهات الجديدة المنضمة إلينا، فحجم الخبرة الآتية معكم عبر السنوات، أنتم كجهة موثوقة كمنظمة في غانا القادرة على الملاحة في عالم التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة. فهاريت أحب أن أسمع منك كيف أنتم تقومون بالاستمرار بهذا العملية الجهد من أجل مجابهة الحملة التضليلية. شكرا يا ماكس للفرصة. نعم أنت على صواب، نحن لسنا جدد لهذه الظاهرة، نحن اكتسبنا سنوات كثير خبرات كثيرة عبر السنتين الأخيرين. فللإجابة على سؤالك على كيف نستمر بهذا العمل، هي أعطيك مثالين. أولها هي كشف المشكلة، ثانيا أن نمكن ونثقف الناس، لأنه من ناحية كشف المؤامرة أو الأفعال التضليلية لا يمكننا أن نمكن الناس ونثقفهم دون أن ندرك ما هي المشكلة أولا والتي نرائها تأتي الحلول. فننظم عملات توعية فقط كي يكونوا على دراية بأن هنالك خطورة المعلومات التضليلية المنتشرة. بالإضافة إلى ذلك هي لا تنتهي عند هذا الحد، لأنه عندما تقول للناس أن هنالك مشكلة لم تساعدهم على كيفية تجنبها أو تجنب تأثيراتها. فلدينا حملات لتمكين الجماهير التي تأتي من كثير من مبادراتنا عن طريق الصحافة، ومن أجل رفع مستوى خبرات المواطن العادي ومهاراتهم
وكيفية النظر إلى الأشياء بتمعن وبشكل تحليلي وكي يؤكد ويوثق مصدر المعلومات. من ناحية المكان الجغرافي التي نعمل فيها مثلا في غرب أفريقيا التي ساعدتنا على أن نفهم تفاصيل وحذافير الجوانب الاجتماعية المختلفة، فهذا ساعدتنا أيضا على أن نصيغ عملاتنا لمساعدة بعض الناس بالذات. نحن لا نعمل لوحدنا طبعا، فنحن متشاركين مع منظمات مختلفة مثل اليونسكو، دي دبليو أكاديمي في غانا، ومفوضية يونسكو، والمجتمع منظمات المجتمع المدني، ونجهز الناس بالآليات والمهارات كيفية استعمال الأماكن الإلكترونية. إنه من المحزن أن هذه الحملات التضليلية مثل المرض الذي لن تختفي عما قريب، والفكرة فيها على الأقل أن نضمن أننا نعرف كيفية مجابهة وكيفية فهم وإدراك ما يحصل، فيكونون الإنسان قادر على تشخيص وتأثير. وبعض المبادرات المعينة تشمل خدمات تلفزيونية من عن طريق الأفلام مع منظمات محلية ننتجها، عنوانها الندم، والتي نعرض كمسلسلات تثقيفية للمجتمع ونوفرها للتلاميذ والطلبة، وكيف ونكشف ونعرض عليهم كيفية فهم تأثيرها لهم. فبالتأكيد الناس ولدينا خطط للقيام بأشياء مختلفة أخرى لتوجيهها إلى جماهير آخرين. عندما تذهب على الإنترنت يمكن أن تجد الكثير من عناوين أعمالنا، وترى الكثير من الحملات الموجودة للتركيز على مواقع التواصل الاجتماعي. فيها نركز على الشباب والمعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة ومواقع الإعلام التقليدي وكشف ما يستعمله المواقع الإعلامية التقليدية وكيف يقعون في الشراك مرات. الفكرة فيها تجهيز الناس وتثقيف الناس بالمهارات الكافية كي يكونوا أكثر ذكاء في إيجاد المعلومات الكاذبة. فعملنا أشياء مختلفة أخرى بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تجدها على موقعنا. نحن نعمل في جانب البحث أيضا يمكن إيجاده على موقعنا أيضا. مثلا لدينا البحث على المعلومات الكاذبة، المعلومات المبتكرة، أو عفوا الأخبار الكاذبة التي منتشرة في منطقة غرب أفريقيا، والبحث هذا عملناه وركزنا على منطقة جغرافية وستنشر عما قريب ويمكن إيجادها على موقعنا. بين الحين والآخر نحن نجتمع مع السياسيين وأصحاب القرار كي نتحدث عن التأثيرات وما موجود في الساحة. مثلا في العام الماضي دعتنا وزارة الإعلام للعمل والمشاركة في ورشة عمل أجروها، وفيها شرحنا استراتيجياتنا وعما موجود بالفعل في الميدان، ومنها أتينا بمبادرات جديدة. أولا نحن وصلنا وامتداد عملنا عميق وبعيد، كثير من الناس شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر. الذين شاركوا أتوا شخصيا، والذين لم يأتوا بشكل مباشر اشتركوا معنا على الإنترنت. وصلنا إلى 2000 شخص لحد الآن وتواصلنا معهم، وأعتقد أنه مباشر هذا، الغير مباشر أكثر من 15,000 شخص. فهي حوالي 7% من الناس الذين دربناهم في الماضي، وأكدنا أنهم أننا رفعنا من مستوى معلوماتهم في
مكافحة المعلومات المضللة، فالمتدربين أصبحوا ناس ناشطين في مجتمعاتهم، فنرى أن بذور هذا عند رجوعهم إلى مجتمعاتهم فبدأوا يؤثرون على محيطهم ويزيدون من وعي الناس، وتأثيرها أصبحت أوسع. قبل أن تبدأ مبادرتنا كان الثقة بالإعلام والمعلومات منخفضة، لكن ازداد معلومات ثقة الناس بالوسائط الإعلامية التقليدية أكثر بسبب جهودنا، مثل زميلتي التي ذكرت من أجل الانتصار في هذا الحرب ضد المعلومات المضللة، فإنه من المهم نحن كأكاديميين وباحثين والصحفيين وإعلاميين والمجتمعات منظمات المجتمع المدني أن يدعموا بعضهم البعض وأن يجهزوا الناس كي يكونوا أكثر قدرة على الملاحة في هذه البحر الواسع من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة. شكرا هاريت، وكل ما تفعلونه عبارة عن جهود جبارة وممتازة، ومثل المثل التي قلتيها بأن المعلومات المضللة هي كمرض لن تختفي، ومثل المرض لا يمكن أن ننظر إليها في لحظة أحادية على ممر الزمن، وعلينا أن ننظر إليها على كافة كافة خط الزمن، ويكون لدينا علاجات وأدوية لها، وعندما تكون تفشي لها في مرحلة ما يجب أن يكون لدينا استجابات مصممة مسبقة، وأن يرفع الناس بعض الناس صوتهم ضدها كي يلفت الانتباه، ويجب أن يكون في علاجات أخرى مبتكرة في المستقبل. هذه أحد الطرق التي يمكن أن ننظر إليها، وأن ننظر إليها كإجراء متواصل، فهذا ظاهرة لن تختفي. وأعتقد مع مثل ما قالوا كافة المتحدثين إنه بدأنا نفهم وندرك هذا الظاهرة اللي هي معلومات المضللة والأخبار الكاذبة. ولو قمت باختصار وأعطي خلاصة لكل ما قلتموها لحد الآن، هي ما سأقوله إننا نتعلم ونكتشف بأننا نحتاج أولا إلى أن نثقف الجماهير وأن نمكن خاصة الشباب من أجل أن يجابهوا هذه الموجة من المعلومات المضللة. نحتاج إلى أدلة وبيانات كي ندرك ما يحصل، وكيف أن أولئك الأطراف اللاعبين السيئين كيف يقومون بالتغلغل إلى مواقع التواصل الشبابية. علينا أن نثقف الناس للمساعدة من أجل مكافحة هذا وفهم طرق الملاحة في هذا البيئات الكاذبة، وأن نساعد الناس على كيفية إيجاد المعلومات الصحيحة، وأن يقوموا بالضغط على أصحاب القرار والمشرعين لتحسين الجو. وهذا يجب أن تأتي من الجذور، من الجماهير، أن يملكوها الجماهير لبناء هذا الإحساس بالمسؤولية وضرورة الصمود، وهذا بناء على قضايا من السابق وبناء على تجارب أنجح رأوها في الماضي، خاصة عندما يكون في إحساس بامتلاك الناس لهذا الحملة فتقوي من ال... فأحب الآن أن نتحول إلى فقرة الأسئلة والأجوبة. فإذا سمحتموا لي كمشرف على الجلسة، أنا أحب أن أسمع من حضراتكم أن تشاطروا بعض الآليات وبعض المواقع الذين أنتم تستعينون بها، التي كلها مهنية ومن أجل المراجعة وتوثيق المعلومات، وأن يحاولوا أن يكتشفوا ويكشفوا الحقيقة والكذب عن بعضها البعض. فأحب أن أسمع بصراحة، لي فضول أن إذا بإمكانكم كل واحد منكم أن تحكوا عن بعض الآليات والمواقع الإلكترونية التي تستعينون بها كآليات كشف للتضليل والكذب. فأدمن تفضل أنت. في الKIPTC من جانبنا فنحن ندرب في جانب البحوث، من خلال بحوثنا
أن يمكن أن نفهم حجم المشكلة. فكل تدريباتنا هي مدعومة عن طريق البحوث، مدعومة بالبحوث، فمن بحوثنا يمكننا أن ندخل بجوانب جديدة من احتياجاتنا الإجرائية التي فيها نحاول أن نكافح ضد المعلومات الكاذبة والتضليلية. وأيضا عملنا بتشارك مع التواصل الجماهيري كي نتواصل مع جماهير أوسع وأكثر، وأن نتجاوز الممارسات التي نحن يمكن من خلالها أن نجمع أصوات الجماهير بصوت واحد ضد هذه الظاهرة السيئة. نحن فالفيسبوك مثلا هي كونها أكبر وأوسع برنامج مستعمل هنا، ففهم الوسيلة الإعلامية وتثقيف الناس حولها مهم جدا، وأيضا كيفية إدراك العناوين المبالغة مثلا، أو عن طريق التشارك مع منظمة Good for Africa التي تنجز نفس الأهداف من جانبها بتوازي معنا. فصفحات الجوجل وورد وإكسل ليست هي الوسيلة المناسبة لتتبع البيانات، فريف آي هي برنامج مهم جدا، تعطيك اختيارات مختلفة بحثية. وأخيرا هنالك ميديا كلاود التي طورت Good for Africa برنامجها من خلالهم. ربما الأرجح والأحسن أن نسب فيها ولا ندخل في متاهات يكونها عبارة عن معلومات قد لا نعطيها حقها الكامل. نعم. من ناحية مراجعة المعلومات والبيانات، إنه من الصحيح إنه لدينا فريق من المراجعين عن الحقائق والموثقين. عندما نتحدث عن التوثيق المعلومات هي موضوع لا تعود إلى التثقيف العام والتواصل على والقدرة على أن نشخص إذا صورة ما مثلا موضوع على موقع تواصلي إذا كان صحيحة أم لا. عندما تنشر المعلومات بصور حتى مثلا تجسيدات صور فوتوغرافية أو صور عامة، علينا أن ننظر إلى الفحوى ونرى فيما إذا الصورة هي صور حقيقية أو مختلقة. فمراجعة الحقيقة أيضا تشمل أصل وصحة الصور المجسدة، ونستعين بآلية مثل Fact Check Explorer، ونستعين بآليات مثل Google Reverse أو Reverse Image، أي تعكيس الصورة أي تحليل الصورة. وعندما نستعمل Reverse Image يمكنك أن تختار صورة معينة ويمكن أن ترى فيما إذا الصورة تم التلاعب بها أو استعمالها أو التلاعب بها، فيمكن أن نرى إذا هذا مستعمل لأول مرة أم لا، وإذا بإمكاننا أن نرى بأنها استعملت في مناسبة سابقة مثلا، أو الصورة استعملت لأول مرة لكن موصول لمناسبة أخرى، فتدرك عندئذ أن المعلومات غير صحيحة. وأيضا نحلل الفيديوهات ومعلومات أيضا أخرى موجودة في داخل الملفات التي تنشر بالإنترنت عن طريق الفيديوهات التي قد تكون ملف مرفق مع الصورة أو الفيديو. Can I go now, Mark?
نعم تفضلي يا هاريت. شكرا. بالنسبة لمبادراتنا نحن ومن ناحية بحوثنا نحن نقوم بالبحث من أجل فهم الأنظمة، القنوات، الأطراف اللاعبة، من هم واهتمامهم بأي نوع من المواضيع، ونقوم بمرات بمقابلة الخبراء الفاهمين لبعض المواضيع ورأيهم حول بعض الأشياء وأحسن السبل. فمثلا في العام الماضي اللي عفوا 2022 قبل عامين قمنا بتحليل الفجوة حول المبادرات التي عملناها التي بدأت في 2019 لحد 21. فبالنظر إلى مبادرة السنتين التي عملناها تمكننا من أن نكشف بعض الأشياء ونرى مدى كفاءة بعض الناس وقدرتهم على التواصل، والذين كان لهم موطع قدم أو بصمة أقوى على العمل. فعندما نواجه أشياء في لاحقا نعرف نقاط القوة من جانبنا وبما نستعين، مثلا نحاول أن نستعين بجهات أخرى من ناحية الفهم ما حصل أو تحصل. فهذا كل من جانبي. شكرا جميعا، هذه معلومات مفيدة. شكرا لهذه المعلومات التي وفرتوها للجمهور والتي تساعد في تحقيق عادات كيفية الذهاب أونلاين والتحقق من المعلومات. عندنا عدد آخر من التعليقات، وهناك سؤال تردد أكثر من مرة، وأريد أن أعرف رأيكم به، أنه إضافة إلى أنه المعلومات المضللة تؤثر على تحريك الأمور بشكل سريع وخلق الأزمات، أيضا نرى هناك ربط بين أثر المعلومات المضللة وكيف أنها تحدث عمليات إرباك لدى الناس في بيئة مغلقة فيها المعلومات، وليس هناك حرية التحقق والتنقل بين مصادر مختلفة للمعلومات، حيث يكون هناك إذاعة واحدة أو مصدر حكومي أو غيره واحد للمعلومات. طبعا العملية أكيد هي صعبة وطريق شاق، بالذات في الديمقراطيات الناشئة أو في أماكن لا تكون فيها موجودة الديمقراطية. ما هي بعض الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص أو المؤسسات التي بالذات تعمل مع المنظمات الدولية للتعامل مع المعلومات المضللة في ظل وفي داخل هذه البيئة المغلقة التي تحدثنا عنها الصحفيين؟ أولاً، أن هذه المعلومات المضللة في المجتمع الحر تكون فيها العملية أسهل التعامل معها مقارنة مع المجتمعات المغلقة، حيث يقوم هذه المؤسسات، قد تغلق المؤسسات الصحفية التقليدية، لكن قد تكون على الطرف الآخر وسائل إعلام مجتمعية منفتحة أو متاحة أو كلاهما، أو فحسب الحالة الموجودة يجب أن يكون هناك أسلوب للتعامل مع هذه القيود. فإذا كانت القيود مفروضة على الإذاعات وهناك إذاعة واحدة تمثل الحكومة، قد تكون منفتحة وسائل الإعلام المجتمعية ويمكن استغلالها واستخدامها للحصول على المعلومات والتحقق منها. وطبعا العملية ستكون فيها
تفاوت زمني لأن التحقق يأتي بعد أن تكون طرحت المعلومات، فعليك أن تسعى قدر الإمكان لتكون استباقيا وحسب الحالة التي هي زائدة في البلاد. أعتقد بدون شك أعتقد أنه أحد وسائل التعامل مع هذه المشكلة أن تكون هناك جهود للمناصرة وأن لمناصرة حقوق في الحصول على المعلومات والمعلومات الرقمية، وهذا شيء لا يجب التفاوض عليه لأنه حق طبيعي للناس. وهناك المسرح الدولي يجب أن نكون دائما على اتصال، وبالذات في مجال حقوق الإنسان، ولا يجب التفاوض على هذه النقطة، وعليك أن تقوم مثلا إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى. قد تكون هذه المؤسسات عندها إمكانية، هي خارج البلاد عندها إمكانية الحصول على المعلومات والتحقق منها، وبالتالي يعني التحقق من هذه المعلومات بطريقة غير مباشرة. وكما قال إدمون، أكيد هناك دائما أساليب وأبواب جانبية يمكن الالتفاف على ما هو موجود ومعمول به محليا، أو الحصول من معلومات من أقارب أو من المغتربين موجودين خارج البلاد لنشر المعلومات الصحيحة أو الحصول على المعلومات أيضا الصحيحة. مثلا كنت أعمل في السودان، كانت هناك أزمة كبيرة واتخذوا إجراءات كبيرة بأن لا ينشروا كل الأخبار، وهي استراتيجيات يمكن التعلم منها الكثير. يمكن أن يلتقي الناس حتى وجها لوجه بتنظيم لقاءات منتظمة إذا فسحت ووجدت الفرصة ووجدت ساحة أو منصة رقمية، طبعاً تستغل بأي طريقة كانت. نعتذر، الصوت غير واضح من المتحدثة ومقطع. نعتذر مرة أخرى، هناك مشكلة في التواصل مع السيدة فينيسا. وكما قال زملائي، نريد أن نتحقق من مصداقية المعلومات وتتبعها إلى مصدرها. فإذا كنا نتحدث عن منظمة معينة، اذهب مباشرة إلى مصدر المعلومات دون المرور. أيضا قطع الصوت مرة أخرى، لا نكاد نسمع المتحدثة. توقف الصوت تماما. فينيسا، نأسف، هناك مشكلة في التواصل معك، ويمكن أن نعود إليك لاحقاً لو هناك شخص آخر يريد التغطية والإجابة على السؤال. هاريت، تفضلي. هناك حاجة لبناء مستوى من الوعي وبناء القدرات للناس ليتمكنوا من المطالبة والحصول على حقوقهم، وأنه يجب أن يعرفوا أنه هناك وسائل غير محدودة،
علينا دائما أن نبحث عن جذور المشكلة. عندنا في أفريقيا في بعض الأماكن هناك بعض المشاكل بالذات الحصول على المعلومات بين الشباب والحصول على معلومات جيدة مثلا بما له علاقة بموضوع البطالة وغيره. كثير من الناس ليس عندهم سبب ما لمحاربة المعلومات المغلوطة لأنه دائما نحن في ظل هذه الأوضاع ننصحهم أن يذهبوا إلى جذور المشكلة ومحاولة التعامل معها. إضافة كما ذكر زملائي الذهاب إلى مصدر الأصلي للمعلومات ومقارنته بمصادر أخرى للمعلومات ليتمكن الناس من الالتفاف حول هذه المشكلة والعقبات. واضح أنه الأسئلة تريدنا بشكل كبير عن استخدام قطع الإنترنت، التعامل مع قيام الجهات المعنية بقطع الإنترنت لحجم المعلومات أو استخدام ذلك كوسيلة في نشر المعلومات المضللة التي تأتي من مصدر واحد. طبعا هناك ربط كبير بين قطع الإنترنت ومحاولات التضليل. أريد أن أرى إذا هناك أي من أعضاء اللجنة عنده تعليق على هذا الموضوع بالذات في ظل الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية القادمة. هل هناك من يريد أن يجيب على هذا السؤال؟ نعم. نحن دائما نرى ذلك يحصل على امتداد أفريقيا وبالذات في المدى سنتين أو ثلاثة الماضية نرى الجهات السلطوية والديكتاتوريين يستخدمون هذه الأساليب. علينا أن نفكر بإيجاد منصات دولية تساعدنا في الحصول على المعلومات بالذات في أجزاء من أفريقيا وليس كل أفريقيا. أيضا إيجاد حلول تكنولوجية للتعامل مع هذه المشكلة للتمكن بشكل أو بطريقة ما للالتفاف على محاولات هجم المعلومات. والحصول على خدمة الإنترنت يجب أن يكون حق طبيعي للجميع وعلينا أن نحصى ذلك بجهود المناصرة والدفاع عن هذه الحقوق ليتم الاعتراف بها ومنحها للناس. إدمن، هناك سؤال. أنك ذكرت أن هناك ثلثي الحملات المضللة هي أغلبها خارجية أو آتية من بلدان خارج حتى القارة الأفريقية. فالسؤال هو إذا كان هناك استراتيجيات يمكن لبلدان أفريقية أن تتبعها للتعامل مع هذه الهجومات المضللة. تأتي هذه فعلاً الهجومات من الداخل ومن الخارج وهناك وسيلة للتعامل مع ذلك.
من معظم التلاعب بالمعلومات الخارجية لا تأتي من فضاء. يحاولون عادة استغلال حقائق موجودة على الساحة، أشياء حقيقية، توترات أصلاً موجودة. يحاولوا أن يبالغوا أو يفرطوا بالأشياء الخاطئة أو السيئة الموجودة بالحياة الحقيقية. مثلاً إذا حدث ما تأثرها 10 أشخاص هم يبالغون فيها ولا تحصل من فضاء. وفي بعض الحالات لديهم شركاء محليين يساعدهم على تضخيم وتضليل المعلومات، أو قد يكون لديهم ناس مغروسين في الحكومة. وعلينا أن نفهم كيف نشاطاتهم، أنماطها وغاياتها كي نشخصها للتلاعب للفهم والتعامل مع هذه اللاعبين الخارجيين. نحتاج عادة أن نقوم بالوصول إلى المصدر ابتداء بتشخيص من المستفيد، من ونبلغ الناس من الجهات المنتفعة الذين لهم مصلحة مالية واقتصادية بهذا التلاعب. هذا لا تأخذ. بعض الناس يعتقدون عليك أن تستعمل معلومات مضللة لمكافحة التضليل. كلا، لا يمكن أن عليك أن تكافحها بالحقائق، والناس الحق في أن يعرفوا الحقيقة طالما إنهم فطالما يكون في انشقاقات سيحاولون استقلال الضعف. علينا أن نتراصف كتفا إلى كتف لمجابهتها. هل أي واحد آخر يريد أن يدخل للإجابة على هذا السؤال؟ نعم، كما قلت في البداية والمثال التي أعطيتها هي مثل ما قلت، هي كمرض المعلومات المضللة. علينا أن نقوم بتطعيم أنفسنا ضد هذا المرض. التخطيط الأولي والمسبق على الجميع الذي يتلقى هذا التطعيم والتثقيف والتوعية فهم لن يقعوا ضحية المعلومات المشكوكة هذه، وعليهم أن يسألوا الغاية وراءها. فعلى الأرجح الناس الأضعف والأقل وعيا هم الذين يقعون في شرك هذه المتاهات. فانيسا، هل كان لديك أي شيء تحبي أن تحكي أن تقوليها حول هذا السؤال؟ نعم مارك، لم أكن قادر على أن أسمع السؤال لأن ربطي لم تكن مستقرا. عفوا على هذا، بس لاختصار لإعادة السؤال، السؤال كان هل في استراتيجيات يمكن أن يستعين بها الحكومات المحلية والمجتمع المدني لمكافحة المعلومات المضللة الموجهة لبلدانهم من الخارج؟ شكرا يا مارك. نعم، إذا المعلومات المضللة تأتي من خارج البلد فهذا تعني من وجهة نظر الحكومة يجب أن نأخذها في نظر الاعتبار، وأن الحكومة والصحفيين الذين ناشطين ولاعبين بمعلومات في مجال المعلومات يجب أن يحاولوا أن يعملوا بشراكة لإيجاد الحلول لمكافحة المعلومات المضللة الآتية من بلدان خارجية. شكرا. فلنرى الآن، هناك سؤال يسألها أحد حول نموذج افتراضي، لكن هذا يمكن أن تصبح واقعا، ورأيناها هذا مع البعض من
التواصلات السيبرية السيبرية الإنترنتية التي تستعملها بعض البلدان. إذا أصحاب القرار والسياسيين يفكرون حول تشريع قانون حول موضوع المعلومات المضللة، ما هي البعض من الإرشادات التي تعطيها أو بعض المتاهات التي قد أو المخاطر؟ مثلا في قوانين السيبرية المشرعة في بعض البلدان، المشكلة أنه هو نفس القوانين استعمل ضد صحفيين، أسيء استعمال تلك القوانين تحت ادعاء أنها من أجل الحماية. فكيف يمكن أن نتجنب شيء من هذا النوع عندما نشرع قانون أن لا يساء استعمالها؟ فمثلا عندما لا يحب أن يسمع طرف ما أخبار طرف آخر ويسموها المعلومات الكاذبة أو الأخبار الكاذبة، فما هي السياسات التي يمكن أن تصاغ والقوانين بشكل أصح وأدق كي لا تساء استعمالها؟ أي واحد بحريتكم الذي يرحب أن يجاوب يتفضل، أو نمش أو نستعين بالتسلسل. نعم مارك. أولا المعلومات الكاذبة يمكنها أن تهدد بسلامة الإعلام والديمقراطية. بقدر ما نريد صحافة حرة وأن يكون للجميع الحق في حرية المعلومات، فعندما نكافح المعلومات المضللة المشكلة أنه أن لا نقوم بقمع الحرية أيضا. فعلينا أن نكون قادرين على ملاحة تلك الخارطة الحساسة. علينا أن ننظر إلى تأثيرات أيضا اللاحقة من أعمالنا. عندما السياسيون يقومون بأن لا يقوموا بالدمج وخلط المعلومات الكاذبة مع المعلومات المضللة، هل يمكن أن نعاقبها بأنها جرائم أو تقليدية؟ أو إذا ادعى طرف ما شيء ما، هل ينظر إليها كمعلومات كاذبة أو ادعاء بكل بساطة التي هي ليست غير قانونية؟ فعلينا أن نتمعن بتفاصيل كيفية صياغة قانون ما، وما هي الأعمال التي تؤدي إلى آليات تشريع تلك القانون. فعندما نضع مراقبين متراصفين مع خط الحكومة الحاكمة، فعندئذ وإذا كانت هنالك جهات تريد أن تنظر إلى مصالح طرف ما، فغايتنا عدم ارتكاب الأخطاء عندما نقوم بهذا النوع من النشاطات. فالفكرة فيها أن لا نزيد من اللهب والحساسية الاجتماعية عندما نحاول أن نقوم بأعمالنا بشكل أصح. فعلينا أن لا ندخل بأنفسنا إلى متاهات ومخاطر عند تشريع وصياغة تلك القوانين. إجابة مضبوطة من إدموند. التشخيص ما بين الحرية وما بين ذات النية السيئة والنية الغير سيئة. المشكلة هي أنه الكثير من هذه الحكومات لديها تاريخ وماضي من القمع السريع ضد حرية التعبير، واستعانوا بهذه النوع من القوانين لتجاوز على حقوق الصحفيين الاعتياديين عندما يقومون بأعمالهم الطبيعية. حتى عندما نياتهم بريئة لا نثق بهم مع ذلك. فالحكومات عليها أن تبدأ بأن تضع خطوات أولية لبناء قاعدة الثقة، وأيضا الاعتماد على بنود حقوق الإنسان، وأن القوانين الموجودة أصلا قد لا تكون كافية وشاملة لمعالجة تلك هذه الظواهر الجديدة. فيمكن مرات أن تطبق قوانين موجودة أصلا دون الاستعانة
بقوانين جديدة وأن يتعاون الحكومة مع الصحفيين والاستعانة بالمحاكم والقنوات القانونية الطبيعية، فالقيام بها بهذا الطريقة تكون أحسن بدل التوجه نحو زج الناس بالسجون لسنوات طويلة، وإنما القيام بها بطريقة صحيحة وقانونية. من جانبي أعتقد عندما تتحدث عن المعلومات المضللة أنظر إلى المصدر، فإذا استمريت في مجابهة المعلومات المضللة عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي عليك أن تشخص أولا إذا وجدت مثلا منشورة ما أو مقالة ما عليك أن تقرأها وأن تستنتج إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أو كاذبة. وعندما تتحدث عن الحكومة أعتقد الفحوى المختلف في أفريقيا حسب الواقع الأفريقي علينا أن ننظر بعيوننا حول الأطراف اللاعبة بالموضوع. ستكون من الجيد لو كان في موقع إنترنت أو تواصل اجتماعي لإيجاد التعريفات السهلة وفهرس بكافة أسامي وعناوين اللاعبين المختلفين كي ندرك ما يحصل، وتكون طريقة جيدة لإعادة نشر المعلومات. إذا كان لدينا منظومة مركزية مثلا في أي وقت وجدنا صحفي أو موقع مدونات تبعث بمعلومات مضللة يمكن أن ننشر فورا اسم الكاتب وهيئة النشر، وهذا سيساعد الحكومة على فهم الظاهرة والاستجابة بشكل أحسن، لأنه لا يمكن لأحد أن يجابه هذا لوحدها. هذا علينا أن نسلمها إلى الخبراء وأن نعمل بتعاون. بالنسبة لي أنا هي أحد الطرق للعمل عليها هي أنه إذا تمكننا من أن نساعد الحكومات على أن يستجيبوا للفحوى على هذا، فإنه في نهاية اليوم سيسألوا فيما إذا كان هذه معلومات أو غير معلومات وما هي النية التي كانت دائما وراءها حسب الفحوى. شكرا جميعا. هذه معلومات ممتازة ومفيدة، وأحب أن أساعدكم على النظر إلى جانب المعاكس. إذا كان في يدا ثقيلة للحكومة، مداخلة ثقيلة من جانب الحكومة، فما هي دور الحكومة والمجتمع الدولي برأيكم من ناحية دعم العمل التي أنتم تبذلونها في مجابهة المعلومات المضللة؟ ما هي أنسب الشراكات في رأيكم مع جامعات مثلا، مع وكالات حكومية مثلا، أو هيئات العلاقات العامة الحكومية؟ أو برأيكم نحن لسنا في مرحلة حالية لدينا قد نفتقر إلى القدرة؟ أرحب بأي واحد يحب أن يلقي يسلط الضوء. يعني ما هي أنسب الشراكات أو الشراكات التي ترجون أن ترونها في المستقبل؟ لي أنا منظمات دولية يمكنها أن تمول التدريبات لهيئات في بلداننا لمكافحة التي تستعين بوسائط مختلفة لمكافحة المعلومات، لمكافحة ما يفعل. وأعتقد هذه المنظمات الدولية أيضا إذا هي قادرة على أن تضع بعض الجهات المهتمة والمعنية بمكافحة هذه المظاهر من أجل،
فبإمكانهم أن يقوموا برعاية ومساعدة الحملة هذه في بلدانهم وأن يعطوا تأثير أوسع ضد. وأعتقد أيضا أن المنظمات الدولية بإمكانها أن تجد البحوث تكون أنسب، والمجتمعات منظمات المجتمع المدني أيضا دورها يمكنها أن تستلم دعمات أكثر، لأنه أحد الأشياء الجوهرية التي تقوم بها المنظمات المستقلة إنها تعمل مع الجماهير من مستوى الجذور من ناحية التعليم المباشر والاستماع إلى ما موجود في الحقيقة ومساعدة، لأن هذه المنظمات الدولية إذا اتخذت هذه الخطوات لدعم المنظمات الأصغر ستكون من أحسن الطرق لمكافحة المعلومات المضللة والكاذبة. مشكور إنك ذكرت الجامعات. فالتشجيع من الحكومات مهم، مثلا كلية الإعلام والتواصل مثلا، لأنه يتخذ وقتا طويلا لتحليل هذه الأشياء، والناس الذين لديهم الوقت الكافي من أجل البحوث تكون مؤسسات من هذا النوع، فلديهم الإمكانيات البحثية وأيضا القدرات على خلق الشراكات، وهذا مهم. وإذا الحكومة إذا هي بدورها قادرة على تمويل وسائط الإيصال التي يستعين بها الصحفيين، لكن إذا حكومة تقول نحن سندعمكم لمدة 10 سنوات فهذا مهم جدا. عندما تحدثت عن الدفاع الخارجي، أحد الأشياء اللي خطر على بالي إنه مرات نرى بوضوح بأن أطراف معينة دفعت لهم أموال للقيام بما يفعلونها، لكن نفتقر إلى الأدلة لإثبات أن جهة معينة ممولة من جهة معينة. فمرات نستعين بقدرات الحكومة التحقيقية لتتبع دون يعني تجاوز حقوق الخصوصية، لكن نكشف التمويلات الموجودة. فعندما ينشرون معلومات معينة مضللة لا يمكن أن نبلغ المجتمع وأن نبلغ الناس بأن هذه المعلومات غير محايدة وأنها تتلقى تمويل من جهات معينة. أعتقد ائتلاف حكومات متعددة مع بعضها أيضا وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي من أجل ضغط على الكمبيوترات التكنولوجية للقيام ببعض مثلا في الاتحاد الأوروبي يمكن التتبع العناوين الحقيقية لبعض الجهات المسيئة، هذا تمارس في أوروبا. يا ريت لو كان لدينا نفس الشيء في أفريقيا. فإذا كانت الجهود على عاتق الصحفي فهذا تكون جهود غير كافية دون الدعم الأوسع. أبتدئ من النقطة الأخيرة، حيث أنه على المستوى الحكومي تمكنا أن نقول موضوع المعلومات المضللة هو الاستثناءات، وأصبحت في كثير من بلدان أخرى هي الشيء السائد والمعيار. ليس لأنه بالنسبة للقادة هنا هذا المعيار الذي أصبح سائدا، وعلينا أن نحارب هذا المفهوم وهذه القناعات لأن نجعل هذا الشيء السائد
لأن يكون استثناء وليس هو المعتاد. نحن مثلا مؤسسة مثل مؤسسة أو مركز كوفي عنان نقوم بزيادة البحوث وإجراء شراكات أخرى مثلا مع المركز الأفريقي وشراكات مع منظمات المجتمع المدني. نعمل على توفير برامج تدريبية للصحفيين ونقوم بأيضا إجراء برامج تدريبية خاصة عن كيفية العمل في بيئة عدائية للصحفيين أو للمعلومات وتحقق من المعلومات. أعتقد علينا أن نعمل على قدم وساق في مجال البحوث وفي مجال محاولة تغيير السياسات المعمول بها. كما قلت قبل قليل نحن نعرف أنه هناك منظمات أصغر تحاول محاربة المعلومات المضللة، وهذه المنظمات الصغيرة تحتاج إلى الدعم، والوسيلة الوحيدة للعمل معها هو بتوفير دعم أكثر وتمويل وإقامة شراكات محلية لمحاربة المعلومات المضللة. في العام 2003 عملنا مع منظمات موجودة مع مثلا في جمهورية الكونغو وغيرها، ووفرنا برامج تدريبية نظرا لأهميتها لمحاولة تغيير هذا المسار. أيضا أريد أن أضيف شيء عن موضوع كان الأصليين الذي يتم إهمالهم في هذا السيناريو المعمول به. لدينا علينا إيجاد وسائل أكثر لتوفير تمويل أكثر وزيادة قدرات سكان الأصليين. عندنا في أفريقيا نقوم ببرامج تدريبية كثيرة وأغلبها أونلاين. الذهاب إلى القرى النائية عليك أن يكون عندك موارد للسفر وغيرها من اللوجستيات التي تكون صعبة لتحقيقها على الأرض. وهذا ما أردت أن أتحدث عنه، أنه لو استخدمنا كل هذه الموارد والاستراتيجيات والأدوات أكيد عندنا ثروة من القدرات، لكن كيف يمكن أن نأخذ هذه الموارد ونوفرها لمجتمعات خارج الإنترنت، حيث في كثير من الدول يمكن ما يزيد عن ثلثي السكان ليس عندهم إمكانية الحصول على خدمة الإنترنت. ما هي السبل الأخرى التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع للتعامل مع هذه التحديات والدعايات والمعلومات المضللة المنتشرة على الأرض، وبالذات في المجتمعات التي سيطر عليها الرجال، وهناك 60-70% من الرجال أو الناس ليس عندهم الإنترنت؟ كيف يمكن أن نمكن هذه الأدوات لتصل إلى عدد أكبر من النساء وإلى المجتمعات غير الحاصلة على خدمات الإنترنت والتي لا تستخدم الإنترنت سواء بالإنجليزية أو حتى الفرنسية؟ فانيسا، هل تريدي أن تجيبي على هذا السؤال أم نعطي المجال لشخص آخر؟ نعم، سأستجيب على هذا السؤال. بالتحدث عن إمكانية الحصول على الإنترنت، نعم صحيح، هو تحدي كبير موجود، وهناك مناطق ليس عندها إنترنت،
والمعلومات تنتشر عندها والمعلومات المضللة منتشرة هناك وليس لدى الناس أي وسيلة لتدقيق المعلومات والتحقق منها. عندنا التقينا بشخص شاب من في ورشة عمل من كوت ديفوار، كان هذا الشخص وعنده مشروع يهدف لبث المعلومات خلال رسائل نصية مكتوبة على الهواتف حتى لو لم يكن عندك الواي فاي، وذلك سيكون فعالا في المجتمعات التي ليس عندها انترنت. أيضا بما له علاقة بالنساء وعدم حصولهم على الانترنت، من المهم للغاية أن نتحقق بأن السيدات عندهم المعرفة الرقمية اللازمة لأنهم ينزلون إلى ميدان العمل يحتاجون إلى زيادة مهاراتهم ويحتاجوا إلى هذه الخدمات والإنترنت، ونحتاج إلى التحقق بأن هناك معرفة رقمية لكل الجنسين وبالذات للنساء. مثال جيد. أنا أعتقد أنه السيطرة على الإعلام الرقمي وتوجيهه للمجتمعات المتضررة والتي تحتاج وبالذات إلى النساء سيكون نموذج وأسلوب ومثال جيد على كيفية تعليم وتوعية هذه الطبقات، أيضا وبالذات في غانا عندنا مركز المجتمعي للمعلومات يوفر فرص وتعليم عن كيفية الحصول على المعلومات وزيادة المعرفة الرقمية، بحيث كل شخص موجود في ذلك المجتمع يتلقون هذا التعليم ويتعلمون شيئاً ما ينفعهم في حياتهم. وفي هذه المجتمعات إذا كان هناك مجموعة أو شخص عنده معلومات أكثر علي أن يشاطر هذه المعلومات مع الأقل حظاً، وتوفير النصح لهم وإجابة على الأسئلة. عادة عندما لا يكون لدى الناس الموارد عن شيء معين ليس هناك إمكانية للتحقق أيضا من المعلومات المغلوطة إذا كانت منتشرة، فوجود أشخاص يمكن أن يساعدوا ووجود مؤسسات يساعدوا في التغلب على المشكلة. طبعا يصعب في بعض الأحيان السفر في المناطق النائية وإلى القرى، لكن إذا توفرت الإمكانية حتى لو جزء من هذه المجتمعات يجب عدم التردد في الذهاب ومساعدتهم في زيادة وعيهم عن المعلومات وكيفية التحقق منها وإعطائهم وسائل أكثر يسهل استخدامها. يبدو أن هاريت قرأت ما في ذهني، وبالضبط هذا ما أنا كنت أريد أن أقوله. الشيء الوحيد الذي يمكن أن أضيفه بما أنه أجابت وقالت نفس النقاط التي عندي، يجب أن يكون عندنا وسائل موجودة في المجتمع للتواصل، يجب أن يكون هناك وسيلة للتحقق من الأخبار في أي مجتمع بتوفير مركز معلومات يساعد في التحقق من الحقائق، بحيث يكون هناك شخص أو مجموعة أشخاص
ذوي مصداقية عالية. وأغلب وسائل الإعلام المسيطر عليها ليس فيها أسلوب التغذية العكسية، يعني ليس هناك سؤال وجواب، يعطون المعلومات باتجاه واحد. علينا أن نوفر مكان أو أسلوب آخر للاتجاهين، طرح المعلومات والإجابة على التساؤلات لمحاولة التحقق من المعلومات. كما ذكر زميل لي في غرفة الدردشة أنه علينا أن نتعرف على وسائل والأشخاص الذين يمكن أن يساعدوا في المجتمع، منهم قادة الدينيين والمجتمعيين والعشائريين وغيرهم، الذين هم يكونون أقرب للناس في المجتمع، ونحاول تدريبهم وتوفير أشخاص مدربين أيضا. فبتعبير آخر، أن نأخذ الأشخاص الذين عادة الناس يصبون لهم، منهم القادة الدينيين كما ذكرت، نزيد وعي هؤلاء القادة ونوفر لهم إمكانية التحقق من المعلومات وتدريبهم، لأنهم هم الذين يمكن أن يساعدوا في نشر معلومات الحقيقة ومحاربة معلومات المضللة. فعلينا أن نستهدف القادة المحليين كما ذكرت، وتوفير وسائل التواصل مع المجتمع لهم. أكيد هناك الكثير من المساهمات. في بعض الأحيان يمكن أن كثير من الناس يفترضون أن العالم كله موجود على الإنترنت وعنده الإنترنت، ولكن عندما تنظر إلى الإحصائيات العملية مختلفة في غانا ونيجيريا، حيث هناك شريحة كبيرة لا تحصل على خدمات الإنترنت، وبالذات في نيجيريا، وعليه إيجاد أن نعرف كيفية إيجاد سبل لتوفير المعلومات، ويمكن عن طريق توفير محطات تلفاز إذاعة، إرسال رسائل عن طريق الهواتف النقالة المحمولة، وإقامة شراكات أيضا محلية. عليك إذا أردت التأثير على الطلبة مثلا، عليك أن تعمل مع الحكومات المحلية وإيصال المعلومات لهم الصحيحة وتصحيح المعلومات المغلوطة، استخدام كثير من وسائل التواصل ومنها الرسائل المكتوبة. وكنت أناقش مع بعض الزملاء أنه كيف يمكن أيضا تغلب على الحاجز اللغوي، لأن هناك لغات محلية غير لا تفهم متعددة، ولكن يمكن استخدام اللغة الإنجليزية التي يفهمها الجميع مثلا في غانا أو غيرها من البلدان. حاولت كسر الحاجز اللغوي. في نيجيريا عندنا مكاتب معنية لهذا النوع منتشرة في كثير من أنحاء البلاد لمساعدة الناس في موضوع التوعية. شكرا. أعتقد هذا مكان مناسب من أجل المراجعة والتفكير بالساحة المعروضة لحد الآن، وأن نركز على بعض المناطق الإقليمية وبعض البلدان بالذات. أعتقد سأخذ كل هذه الآليات المعروضة المتعددة الأبعاد لمجابهة المعلومات المضللة.
أنا أحب أن أستمر بالحديث وأن أرمي عليكم أسئلة كثيرة أخرى، ويمكن الغوص حتى بأماكن مختلفة، وحتى لم نغوص في موضوع الذكاء الاصطناعي. أنا أراعي وقتكم ووقت الجميع. سننهي هنا، ولكن أحب أن أعطي شكرا جزيلا للمتحدثين الكرام، ونشكرهم على مساهماتهم العميقة وآرائهم. وأيضا أحب أن أشكر مركز كوفي عنان التدريبي، وبتعاونهم وبتشاركهم واستضافتهم لنا مع المركز الأفريقي، وأن أشكر جميع موظفي المركز الأفريقي وكوفي عنان، وأيضا المترجمين كونهم إنهم ساهموا بتوفير الترجمة إلى اللغة العربية والفرنسية والبرتغالية. وأشكركم جزيل الشكر جميعا المستمعين الكرام وانضمامكم إلينا، ونذكركم بأن هذا الجلسة ستعرض وستنشر عما قريب. سجلوا عناوينكم مع البريد، الموقع البريدي معنا، وسنوزع عليكم معلومات جديدة، وكونوا معنا في ندوتنا المقبلة. فمن واشنطن دي سي، أنا مارك ديرسون، شكرا لانضمامكم إلينا اليوم، ونهاركم طيب.